بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغ إي كومبخوندر كالعادة. طبعا انتهينا مع ليستوار دو جونو لو بوتي غارسون أون كولير. فهذه الفقرة إن شاء الله سنرى ليستوار دو بوتي أن كي فولي ألي دون لا لون. ليستوار دو بوتي أن كي فولي ألي دون لا لون. L'histoire du petit âne qui voulait aller dans la lune. L'histoire du petit âne. Il est clair même que c'est le chimère sagir qui voulait aller dans la lune. Elle dit qu'un ayurid, d'abord, elle dit qu'elle veut vouloir, s'arrête l'imparfait. L'imparfait, comme on a dit, c'est le mot de surf, un outil fid, tikrar, filmadi. C'est le mot de madi, l'ikan tikrar. شي فعل كانت يتكرر في الماضي. أيضا له استعمالات أخرى في القصة. طبعا كي فولي الذي كان يريد ألي، كي فولي الذي كان يريد ألي الذهاب دون لا ليون في القمر. لا ليون القمر، دون لا ليون في القمر. إذن هو كان باغي يمشي دون لا ليون في القمر، يعني كان يمشي للقمر. L'histoire du petit âne qui voulait aller dans la lune. إذن قصة الحمار الصغير الذي كان يريد الذهاب إلى القمر. سنرى قصة هذا الحمار. Connais-tu l'histoire du bichon, le petit âne qui voulait aller dans la lune? Non. Je vais tout la raconter. Fais bien attention. Connais-tu l'histoire du bichon? Connais-tu? هل أنت تعرف؟ C'est quel verbe? اسم فعل هذا؟ سكال فيرب، سالو فيرب كونيتر، هذا فعل عرفة. ومن كلمة مثلا لا كونيسونس، لا كونيسونس إلى المعرفة. كونيتو، هل أنت تعرف؟ ليستواغ دو بيشون، قصة بيشون. من يكون هاد بيشون؟ لو بوتي آن كي فولي علي دون لا ليون، الحمار الصغير الذي كان يريد الذهاب دون لا ليون في القمر. إذن كان باغي يمشي للقمر. نو، لا. إذن هل أنت تعرف هاد القصة؟ لا، لا، يعني أنك لا تعرفها. إذن مادام أنك لا تعرفها، جو في تو لا غاكونتي. أولا جو في غاكونتي، جو في غاكونتي، أنا سأحكي. جو في غاكونتي، طبعا هذا ذكرناه فيما سبق. سيكيلتون، اش من زمن هذا؟ سي لو فيتور بروش، هذا المستقبل القريب. أنا سأحكي، جو في غاكونتي، أنا سأحكي. إذا سأحكي ماذا؟ جو في غاكونتي ليستواغ دو بوتي آن كي فولي ألي دون لا ليون. أنا سأحكي قصة الحمار الصغير الذي كان يريد الذهاب إلى القمر. إذا جو في لا غاكونتي، جو في لا غاكونتي، إذا أنا سأحكيها، سأحكي القصة. إذا ليستواغ دو بوتي آن كي فولي ألي دون لا ليون، تنعوضوها بهاد لا، تنعوضوها بهاد لا. ثم عندنا جو في غاكونتي ليستواغ دو بوتي آن كي فولي ألي دون لا ليون بوغ توا، لك أنت. إذا لك أنت سنعوضوها بهاد تو، إذا نعوضوها بهاد تو. إذا جو في تو لا غاكونتي، أنا سأحكيها لك. جو في تو لا راكونتي، سأحكي لك إياه، أو أنا سأحكيها لك، أنا سأحكي هاد القصة لك. جو في تو لا راكونتي. في بيان أتونسيون، في بيان أتونسيون. إذن افعل جيدا حذرا، كن حذرا، افعل انتباه جيدا. إذن المقصود هنا عليك أن تنتبه جيدا، انتبه جيدا. في بي أتونسيون، في بي أتونسيون. عندنا هنا لو فيغ فيغ، كما تلاحظو تصرف الأمر. قلنا لو فيغ فيغ كونجوغي الإمبيراتيف، فعل فعل تصرف الأمر. افعل جيدا انتباه أو حذر، عندنا نفس المعنى. إذا كن حذرا، كن منتبها، إلى غير ذلك. في بي أتونسيون. Connais-tu l'histoire de Bichon, le petit âne qui voulait aller dans la lune? Non, je vais te la raconter, fais bien attention. Tu connais Rémi?
لوكا ماغادوغني. Rémi habite dans une petite ferme. Avant de partir pour l'école, il va dire bonjour à Chocolat, le gros cheval, à la vache, aux poules, aux canards, aux lapins, mais son meilleur ami, c'est Bichon, le petit âne. Tu connais Rémi? Elle intitule Rémi? Connais-tu? Elle intitule l'histoire de Bichon? Et cette Bichon? Tu connais Rémi? أنت تعرف Rémi? Le camarade de René, يعني صديق René, رفيق René. Tu connais Rémi? أنت تعرف Rémi? Le camarade de René, رفيق René. Rémi habite dans une petite ferme. Rémi habite, طبعا عندنا هنا ici le verbe habiter. إذن عندنا فيها سكنة. Rémi habite. Rémi يسكن dans une petite ferme. في مزرعة صغيرة. Rémi يسكن في مزرعة صغيرة. Avant de partir pour l'école. قبل الذهاب pour l'école. كما نقول من أجل المدرسة. إذن قبل الذهاب إلى المدرسة. Avant de partir pour l'école. كما نقول هنا à l'école. إلى المدرسة. لكن هنا نقول pour l'école من أجل المدرسة. il va dire bonjour. il va dire bonjour. إذن هو سيقول يوم سعيد à chocolat. à chocolat. إذن سيقول يوم سعيد لي chocolat. من يكون chocolat? le gros cheval. إذن نتكلم عن الحصان الضخم. الحصان الضخم أو الحصان الكبير. à la vache. إلى البقرة. أو بول إلى الدجاجات. إذن هو سيقول يوم سعيد أيضا إلى الدجاج الذي يوجد بمزرعة غيمي. أو كانار. أو كانار. ثم سيقول يوم سعيد للإوز. أو لابان. ثم سيقول يوم سعيد للأرانب. إذن هو يذهب عند كل حيوانات الأليفة التي توجد في مزرعته ليسلم عليها قبل الذهاب إلى المدرسة. مي سو ميور أمي. ولكن أحسن صديق عنده. ولكن كما نقول هنا أحسن صديقه. ولكن صديقه الأحسن سي بيشون. إنه بيشون. من يكون بيشون؟ لو بوتي آن. لو بوتي آن. لو بوتي آن. الحمار الصغير. Tu connais Rémi, le camarade de René. Rémi habite dans une petite ferme. Avant de partir pour l'école, il va dire bonjour à Chocolat, le gros cheval, à la vache, aux poules, aux canards, aux lapins. Mais son meilleur ami, c'est Bichon, le petit âne. Comment Bichon est-il devenu son ami? Comment Bichon est-il devenu son ami? Je vais te le dire. Je vais te le dire. Tout bout du village, dans une vieille maison, habitait le père Grégoire. Tout le monde avait peur de lui. Quand les enfants venaient jouer devant sa maison, il leur jetait des pierres. Il ne disait jamais bonjour à personne. Comment Bichon est-il devenu son ami? كيف هو بيشون وأصبح. Le verbe devenir, يعني فعل أصبح. فعل أصبح. إذن, comment Bichon est-il devenu son ami? كيف هو Bichon أصبح son ami, صديقه. Je vais te le dire. أنا سأقوله لك. بنفس الطريقة. Je vais te la raconter. ما عندناش je vais te la dire. هنا عندنا Je vais te la raconter. أنا سأحكيها لك. سأحكي لك الإستوار. يعني القصة. إذن سأحكي لك شيئا مؤنثا. هنا سأقوله لك. Je vais te le dire. وليس Je vais te la dire. أنا سأقولها لك. أنا سأقولها لك.
جوغي تو لو دير، أنا سأقول لك أنبيشون، إذا جوغي تو لو دير، أنا سأقول لك تو أو بو دو فيلاج، كما نقول على جانب القرية، في جانب القرية أو في أقصى القرية. تو أو بو دو فيلاج دونز أون في ميزون، في منزل قديم أبيتي لو بير غريغوار كان يسكن، كان يسكن. عندنا هنا لو فيرب أبيتي تصرف في لامبارفي، كما قلنا قبل قليل بأن لامبارفي تفيد الفعل اللي تيتكرر في الماضي. عندنا واحد الفعل كان تيتكرر في الماضي أنه تيوقع بشكل معتاد، بحال تنتكلمو على واحد العادة. مادام أننا صرفنا لو فيرب أبيتي في لامبارفي، إذا المقصود بأنه كان يسكن، بأننا نحن كنا نسكن، بأنكم أنتم كنتم تسكنون، على حسب الصرف ديال الفعل. أنا تنتكلمو على لو بير غريغوار، تنتكلمو على الأب غريغوار، هو يسمى هكذا الأب غريغوار، كما لو نقول عمي غريغوار مثلا. أبيتي أنه كان يسكن لو بير غريغوار، كان يسكن الأب غريغوار. إذن دونز أون في ميزون، في منزل قديم. طبعا كما نقول هنا في منزلة قديمة، لأن كلمة ميزون كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية، إذن سنقول هنا أون في ميزون. دونز أون في ميزون، دونز أون في ميزون، في منزل قديم. أبيتي، أبيتي، كان يسكن، كان يسكن لو بير غريغوار، الأب غريغوار. إذن تو لو موند افي بور دو لوي، تو لو موند افي بور دو لوي. إذن تو لو موند، كما نقول كل العالم، المقصود هنا كل الناس، كل الناس الذين يعرفونه افي بور، كان عندهم خوف دو لوي منو. المقصود هنا بأن كل الناس كانوا يخافونه، ولكن هي تتقال كما ذكرنا فيما سبق. طبعا كلمة لابور كما ذكرنا هي كلمة، هي اسم لابور الخوف، افي بور كان عندهم خوف. طبعا عندنا هنا افوار مصرف لامبارفي، افوار مصرف لامبارفي، إذا هو تفيد تكرار في الماضي. ثم عندنا كلمة بور، كلمة عندنا كلمة اسم تأتي مباشرة بعد هذا الفعل، هذا الفعل كما نقول بأنه يفيد الملكية. إذا كل الناس كانت تملك خوف، كان عندها خوف، بمعنى آخر كل الناس كان عندها خوف منه، يعني أنك تخافه. Tout le monde avait peur de lui. Quand les enfants venaient jouer devant sa maison, عندما الأطفال venaient jouer devant sa maison, venaient. Le verbe venir sera l'imparfait. Le verbe venir est de فعل جاء. Je viens de l'école, أنا آتي من المدرسة مثلا. Je viens de l'école, أنا جاي من المدرسة. إذا عندنا هنا quand les enfants، quand les enfants venaient، عندما الأطفال كانوا يأتون، كانوا يجيئون، jouer jouer للعب، devant sa maison، devant sa maison، أمام منزله، il leur jetait des pierres، il leur jetait des pierres. إذن هو لهم جوتي، عندنا لو فيرب جوتي فعل رمى، لو فيرب جوتي هذا فعل رمى، مصرف حتى هو، حتى هو مصرف في لامبارفي، إذن تفيد تكرار في الماضي. إذن هو لهم كان يرمي دي بيير، دي بيير حجارة. إذن الأطفال ملي كانوا تيجيو يلعبوا
أمام المنزل ديالو، هو لهم يرمي، هو لهم كان يرمي، إذا هو كان يرمي عليهم دي بيغ حجارة، كان يرمي عليهم الحجر، يعني كان يضربهم بالحجر، كان يضربهم بالحجارة بمعنى آخر، إذا هو كان يضربهم بالحجارة، ولكن هنا تقال بطريقة هو كان عليهم يرمي الحجارة. إذا quand les enfants venaient jouer devant sa maison, ils leur jetaient des pierres. كان لهم يرمي حجارة، حجارة، الكثير من الحجارة. Des pierres. Ils ne disaient jamais bonjour à personne. Ils ne disaient. أولاً، ils disaient. إذن هو كان يقول، il disait. طبعا عندنا لو فيرب دير، لو فيرب دير مصرف في الامبارفي، قلنا لو فيرب دير كونجيغي الامبارفي. إذن il disait هو كان يقول، ولكن هنا راه عندنا لا نيغاسيون، il ne disait jamais، هو لم يكن يقول بونجور يوم سعيد، يعني ما كانش تيقول السلام عليكم أبيرسون لأي أحد، ما كان تيسلم حتى على شي واحد، حتى يتت في التكرار ديال واحد الفعل، وهو أنه كان منقطع عن الناس، مثلا أنه كان لا يكلم أي أحد من جيرانه، مثلا أنه كان لا يسلم على أي شخص. Il ne disait jamais bonjour à personne. ما عمره كان تيقول يوم سعيد لأي أحد. إذن connais-tu l'histoire de Pichon, le petit âne qui voulait aller dans la lune? Non, je vais te la raconter. Fais bien attention. Tu connais Rémi, le camarade de René. Rémi habite dans une petite ferme. Avant de partir pour l'école, il va dire bonjour à Chocolat, le gros cheval, à la vache, aux poules, aux canards, aux lapins. Mais son meilleur ami, c'est Bichon, le petit âne. Comment Bichon est devenu son ami? Je vais te le dire. Tout au bout du village, dans une vieille maison, habitait le père Grégoire. Tout le monde avait peur de lui. Quand les enfants venaient jouer devant sa maison, il leur jetait des pierres. Il ne disait jamais bonjour à personne. طبعا سنكمل هذه القصة حتى نعرف كيف أصبح بيشون صديق غيمي. إذن نستأنف فقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.